حنا كنا ضحايا ديال الواجب كيفي كيف بزاف ديال الناس الأطر الصحية اللي تصابوا بهذا المرض، حيتاش بزاف ديال الأطر الصحية اللي ضحاو بحياتهم وضحاو بولادهم وضحاو بصحتهم في سبيل أن المواطنين الآخرين يبقاو بصحتهم وما يتقاسوش بهذا الفيروس. السلام عليكم، معكم ليلى الصالحي، تقنية في النقل والإسعاف الصحي اللي تقاس مؤخرا فيروس كورونا بمستشفى محمد الخامس بطنجة. اليوم جيت نتشارك معكم ثامن يوم من أيام العلاج ديالي. جيت نقول لكم أن هذا المرض راه خطير خطير جدا، وهو كيهلك الصحة. يعني واخا بنادم كيكون صغير راه كيهلك الصحة. ما غاديش نحكي لكم يعني على الفيروس كي كيدير للجسم ديال الانسان، من اوجاع والام حاده في الراس واوجاع والام حاده في جميع الجسم، وامراض يعني اللي كتعيي الجسم بزاف، يعني ما كيقدر لهاش سواء كان بنادم كبير ولا صغير. فما كنهضروش على الناس الكبار حيت راه ما غاديش يقدوا لها وما غاديش يقدروا، ما غاديش يكون عندهم المناعه اللي غادي يقدروا يتحاربوا مع هذا الفيروس في الداخل ديال الجسم ديالهم. وبالنسبه ليا انا يعني بنت صغيره وهلكني. حنا كنا ضحايا ديال الواجب كيفي كيف بزاف ديال الناس الاطر الصحيه اللي تصابوا بهذا المرض، من طبيب وتقني في النقل والاسعاف الصحي وممرض. انا معروف عليا انني قويه في اي حاجه، في الخدمه في المرض في اي حاجه، ولكن بغيت كنقول لكم انه كيهلك الجسم بزاف. فالله يحفظكم. من هذا المنبر كنطلبكم انكم تلتزموا البيوت ديالكم، حيت هادشي ما فيهش الضحك. الناس كتستهزئ بهادشي، هو راه ماشي سهل غير انه يبتعد على الناس اللي عزازين عليهم ما يشوفهمش ويجلس وحيد، يعني وحيد لايام عده باش يتشافى من هذا المرض. انا الحمد لله كيتهلاو فيا، كناخذ الدوايات ديالي كاملين بانتظام، كاملين ما كنخلي حتى شي حاجه، كناخذهم بانتظام. وكنطلب منكم انكم تكزوا في ديوركم، حيتاش بزاف ديال الأطر الصحية اللي ضحاو بحياتهم وضحاو بولادهم وضحاو بصحتهم في سبيل أن المواطنين الآخرين يبقاو بصحتهم وما يتقاسوش بهذا الفيروس. فكنطلبكم وكنطلب الأسرة ديالي والعائلة ديالي والأصدقاء ديالي وكاع الناس اللي كتعرفني واللي ما كتعرفنيش أنهم يدعوا معنا ويدعو مع جميع المسلمين انهم اللي تقاسوا بهذا المرض انهم يتشافوا من هذا المرض، ما يبقاش فيهم وما يبقاش عليه شي مضاعفات من بعد. ودعوا معايا باش التحليله من بعد يومين اللي بقات تخرج لي ان شاء الله نيجاتيف، ونخرج نشوف ولادي ونجلس مع ولادي ونرجع لخدمتي من بعد ونأدي الواجب الوطني ديالي. التزموا البيوت ديالكم، التزموا البيوت ديالكم، ما تستهزئوش بهذا المرض، راه ما بغينا حتى لشي واحد. انا ما بغيتو حتى لشي واحد كيما كان، سواء كنت كنعرفو ولا ما كنتش كنعرفو. ما تستهزئوش بهذا المرض، والله يرفع علينا هذا البلاء ويشافي جميع المسلمين. ودعوا معنا نتوما من ديوركم في الصلاه ديالكم، الله يحفظكم ويحفظ الجميع.